سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. قلوبنا فرحانة. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانة. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. شكرا شكرا. نوصلوا الحفل نوصلوا الحفل. إذن تغنوا كمل معايا موضوع موضوع ما نقدروا. عمو يزيد مستحيل يدير. درنا 127 أغنية في هذه الثلاث سنين هذو لكم يا أطفال، أغاني كلها متنوعة بمواضيع هادفة وتربوية. كاين موضوع موضوع الوالدين، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وقل لهما قولا كريما، صدق الله العظيم. عمو يزيد يقول في الأغنية: نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك يا أمي ونحبك، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. كامل تغنوا معايا: نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. يلا معايا. نحبك ماما يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي، أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي، وكذا راحتي نورت لي دربي، وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماماتي ونحبك أباتي، انتم حياتي وسر سعادتي.
أقول لكما أف ولا أنهركما، لا أقول لكما أف ولا أنهركما، أنا عاملكم بلطف وانت أمركما، أنا عاملكم بلطف وانت أمركما. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي ودي مساكن قلبي. نحبك ماماتي ونحبك أباتي، انتم حياتي وسر سعادتي. يا رب ارزقهما جنة من الجنات، يا رب ارزقهما جنة من الجنات، واغفر لهما الذنب يا رحمن، واغفر لهما الذنب يا رحمن. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي ودي مساكن قلبي. نحبك ماما شكرا 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 الوالدين الوالدين الوالدين. ربي يسمح لنا من الوالدين. على بالكم يا احبائي، خزره برك خزره برك ماشي مليحه في والديك، خزره برك عرش الرحمن يتزعزع. اذا اوصيكم بالوالدين يا احبائي الاطفال، لانه على بالكم كاين واحد القصه طريفه. واحد الطفل كيما انتوما هكذا، نهار الصباح راح عند يماه قال لها ماما اليوم راني جيت جبت لك الفاتوره. قالت له الفاتوره تاع ماشي يا وليدي؟ قال لها الفاتوره، قال لها هذاك النهار رتبت الغرفه ديالي 30 دينار، قال لها البارح بعثيني نقدي 20 دينار. قال هذاك النهار عاونتك في الدار في المعن وكامل 50 دينار. ذاك النهار قالها قريت مليح جبت معدل مليح 100 دينار. الأم استغربت، قالت له يا وليدي تعالى اقعد 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 معايا نفهمك. اقعد. قالت له شوف الفاتورة تاع الأم. قالت له حملتك في بطني 9 أشهر بالمجان باطل، سهرت عليك في الليل وانت مريض باطل، نط في الليل انت كنت راقد سبتك ما كنتش مغطي غطيتك كنت بردان باطل، حبيتك باطل. من بعد وليدها شاف فيها قاعد يبكي، قال لها يا أمي سمحي لي سمحي لي سمحي لي. يا أحبائي الوالدين مهما نديروا وخاصة الأم مهما تدير مهما تدير ما تقدرش ترجع لهم ولو قطرة مش رم يديروا. يا أخي أحبائي البر بالوالدين من فضلكم. شكرا 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 شكرا. كاين كذلك أغنية نقول فيها، هذه الأغنية تتغنى بالفعل الحضاري. على بالكم يا أحبائي في المجتمع، المجتمع مبني على أفعال. أنت راك تمشي هكذا، إذا كان كارت في يدك ورميته اللي يجي موراك يرمي الأخر يرمي وتراكم الأوساخ. إذا كان أنت ما ترميش والأخر اللي يجي موراك يسيب كارت يرفضه راح ما يكونش أوساخ. على بالكم يا أخي أطفال. إذا ما لازمش تفكر بلي راك وحدك، قال انا برك اللي رميت معليش. لا لا كاين ناس بزاف يفكروا كيما انت. اذا كان انت كان عند الشطره هذه الله يبارك الله يبارك اعطيها لي هاي ليك. اذا الفعل الحضاري مهم جدا. اني اوصيك يا طفلي احذر من عمل الشيطان. يا اخي يلا تغنوا معايا كامل. اني اوصيك يا طفلي احذر من عمل الشيطان، اعمل أعمالا تنفع. يا أخي يلا معي. طفلي أوصيك فاسمع، احذر من عمل الشيطان واعمل أعمالا تنفع، فالأخلاق هي العنوان. طفلي أوصيك فاسمع، احذر من عمل الشيطان واعمل أعمالا تنفع، فالأخلاق هي العنوان. لا تكسر شيئا أو تخلع أو تتعدى على حيوان، لا تؤذي الحرث والزرع واتركه ينمو.
شيئا أو تخلع أو تتعدى على حيوان، لا تؤذي الحرث والزرع واتركه ينمو بأمان، واتركه ينمو بأمان. اكفي أوصيك فاسمع، احذر من عمل الشيطان واعمل أعمالا تنفع، فالأخلاق هي العنوان. احذر من تلويث المال، يصلح للشرب والغسل، واستعمل دوما إناء، ولا تكن طفلا مهمل، ولا تكن طفلا مهمل. احذر من تلويث المال، يصلح للشرب والغسل، واستعمل دوما إناء، ولا تكن طفلا مهمل، ولا تكن طفلا مهمل. اكفي أوصيك فاسمع، احذر من عمل الشيطان واعمل أعمالا تنفع، فالأخلاق هي العنوان. النفايات لا تلقيها في الشارع أو في الطرقات، فامسكها حتى ترميها في سلات المهملات، في سلات المهملات. النفايات لا تلقيها في الشارع أو في الطرقات، فامسكها حتى ترميها في سلات المهملات، في سلات المهملات. ابني أوصيك فاسمع، احذر من عمل الشيطان واعمل أعمالا تنفع، فالأخلاق هي العنوان. برافو 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 برافو. النفايات لا، النفايات لا تلقيها في الشارع أو في الطرقات، وامسكها حتى ترميها في سلاتي، في سلاتي المهملات. برافو برافو أحبائي. يا أحبائي، تنظيف المحيط مهمتنا كامل كامل كامل. تعرفوا القصة تاع أحمد وحنان؟ أحمد وحنان، أحمد وحنان كانوا في الغ... خرجوا من الدار هكذا برا، كانت واحد ماشي غابة يعني، أشجار هكذا وكامل، وكانوا كانوا يتجولوا هكذا. كانت واحد القطة هكذا فوق الشجرة هكذا، واش يدير أحمد؟ رفض الحجرة وضرب القطة هذيك. حنان ما حبتش، قالت له لا لا، ما لازمش نأذيو الحيوانات، خاصة يا أحبائي ما لازمش نأذيو الناس، ما داروا لنا والو. يعني هكذا حيوان مار هكذا تضربه ولا ما لازمش. إذن حنان قالت له لا لا، وخدات هذيك القطة وعالجتها، كانت مجروحة شوية وكامل، اعتنت بها. ومن بعد روح يا زمان روح يا زمان، كان واحد الثعبان، واحد الثعبان نازل من هذيك الشجرة راح يتهجم على حنان. واش دير القطة؟ هجمت على هذاك الثعبان هذاك وأنقذت الحياة تاع حنان. يعني باش تشوفوا العبرة، ربي سبحانه، ربي سبحانه وصى على خلقه، على كافة خلقه. الحيوانات مخلوقات الله، لازم ما نأذيوهمش. إذن تسمعوا معايا كامل الأغنية تاع أحمد وحنان، يلا. يا صبيان هذه المرة عن إنسان، قصة أخرى وحيوان، هي الهرة والثعبان لما غدر الجزاء كان ما كان. يا صبيان هذه المرة عن إنسان، قصة أخرى وحيوان، هي الهرة والثعبان لما غدر، فجزاؤه كان ما كان، فجزاؤه كان ما كان. أحمد كان يلعب مرة في البستان، وجد الهرة. أحمد كان يلعب مرة في البستان، وجد الهرة. بالأغصان فوق الشجرة بلا حسبان، يرمي الحجرة تتألم تبكي العينان. يا صبيان هذه المرة عن إنسان، قصة
أخرى وحيوان إلى الهرة والثعبان لما غدر فجزاؤه كان ما كان فجزاؤه كان ما كان. إذا بحنان تلقي نظرة بالبستان فترى الهرة إذا بحنان تلقي نظرة بالبستان فترى الهرة بالأغصان تصرخ ذرة سآتي الآن بالطف سفرة فتداويها فدى الإحسان. يا صبيان هذه المرة عن إنسان قصة أخرى وحيوان هي الهرة والثعبان لما غدر فجزاؤه كان ما كان فجزاؤه كان ما كان. أتى الثعبان مرة مرة لما حنان كانت مرة أتى الثعبان مرة مرة لما حنان كانت مرة من الأغصان نطت هرة على الثعبان أين العبرة فلتأخذها يا إنسان أين العبرة فلتأخذها يا إنسان. شكرا. أين العبرة فلتأخذها يا إنسان أين العبرة فلتأخذها يا إنسان. حنان اعتنت بالقطة اللي كانت مجروحة، من بعد كي جاء الثعبان يتهجم على حنان أنقذت القطة حياتها. أحبائي، مهم جدا أننا ما نأذيوش الحيوانات، وكما تدين كما تدين برافو كما تدين تدان، والمعاملة بالمثل. يا أحبائي، إلا حبيتوا الناس تحترمكم وتحبكم لازم تحترموا الناس وتحبوهم. وش رأيكم دركا؟ مدرستي مدرستي كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي أشد بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة فلتحيا مدرستي فلتحيا مدرستي. يلا كمل معايا. مدرستي مدرستي كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي أشد بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة فلتحيا مدرستي. يلا معايا. مدرستي كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي أشد بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة فلتح يا مدرستي فلتح يا مدرستي. مدرستي اسمها دوما في شفتي أشد بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة فلتح يا مدرستي فلتح يا مدرستي. كسب العلم تتبناني على مستقبلي ترعاني، هي بيتي الثاني وشطر من شطر حياتي وشطر من شطر حياتي. كسب العلم تتبناني على مستقبلي ترعاني، هي بيتي الثاني وشطر من شطر حياتي وشطر من شطر حياتي. لا 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 ل
فيها مع إخواني، أمضي إليها بكفالي، ألعب وأمرح بأماني. هي قصري ومملكتي، هي قصري ومملكتي، أدرس فيها مع إخواني، أمضي إليها بكفالي، ألعب وأمرح بأماني. هي قصري ومملكتي، هي قصري ومملكتي. سنة من بعد سنتي، سنة من بعد سنتي، ما أحلاها ما أبهاها، لا تنساني لا أنساها، ويزيد في قلبي هواها، سنة من بعد سنتي، سنة من بعد سنتي. مدرستي مدرستي، كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي، أجد بها دوما يتي، هي كنز المعرفتي، فلتحيا مدرستي، فلتحيا مدرستي. شكرا شكرا. فلتحيا مدرستي. أحبائي المثابرة في القسم، المثابرة في القسم، يجب الواجبات بانتظام احترام الأستاذ كذلك. يا أحبائي تحبوا الكراسة، تحبوا الكراسة، شوفوا عمو يزيد كيفاش يغني على الكراسة. قل فيها كراستي كراستي ما تحملين إلا علوما وحساب أدبا ودين، كراستي كراستي إذ تفتحين قلمي يحن للكتاب بعد حين. تغنوا معايا كراستي، يلا كمل. كراستي كراستي ما تحملين إلا علوما وحساب أدبا ودين، كراستي كراستي إذ تفتحين قلمي يحن للكتاب بعد حين. غلفتك لونا يليق أحمر وجعلت اسمي فوقه يظهر، محفظتي هي بيتك كراستي، شوقي إليك دائما بيحضر. كراستي كراستي ما تحملين إلا علوما وحساب أدبا ودين، كراستي كراستي إذ تفتحين قلمي يحن للكتاب بعد حين. كراستي كراستي عامي بدا، أشتاق لي أن أكتب درس الغدا، فمعلمي هو يشرح درسا إذا به يأمر أن نكتب كل مفردا. كراستي كراستي ما تحملين إلا علوما وحساب أدبا ودين، كراستي كراستي إذ تفتحين قلمي يحن للكتاب بعد حين. فيك كتبت أدرسي معلوماتي
عن كل علم أقتدي به في حياتي، من أول صفحاتك للتاليات تبقين أنسي مرجعي في مآتي. كراستي كراستي ما تحملي إلا علوما وحساب أدبا ودين. كراستي كراستي إذ تفتحين قلمي يحن للكتابة بعد حين. كراستي حتى وعامي قد مضى تبقين في خزنتي طول المدى، علي إذا طال الزمان أفتح صفحاتك لأذكر يوما غدا. كراستي كراستي ما تحملي إلا علوما وحساب أدبا ودين. كراستي كراستي إذ تفتحي قلمي يحن للكتابة بعد حين. لكل بداية نهاية. أحبائي، عمو يزيد كان سعيد جدا جدا جدا. تغنوا كامل معايا. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد. نشكر عمو يزيد بزاف بزاف لأداء هذه الحفرة، وأتمنى له الإكمال في مشواره الطويل. نشكر عمو يزيد على الحضور وقناة شروق، وكل الشكر الجزيل إلى جمعية أحباب العماري. نشكر عمو يزيد على هذا الأداء الذي قدمه لنا اليوم والذي أفرحنا كلنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نشكر قناة شروق والفنان يزيد المدعو عمو يزيد على هذا الحفل الشيق لفائدة أطفال بلدية العمارية، بلدية 3200 شهيد. ونتمنى جمعيتنا تكون انطلاقة جيدة في مسارها الجمعوي الذي يهدف إلى تنمية وتوعية الشباب من أجل كافة النشاطات، سواء كانت ثقافية أو ترفيهية. ونتمنى أن تكون بادرة أولى في تنمية شباب المنطقة. نشكر عمو يزيد على هذا الأداء اللي دارونا، هو حفل جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، نقدم الشكر الخاص للفنان عمو يزيد والجمعية جمعية أحباب العمارية على تنظيمها هذا الحفل وهذا العرس للأطفال الصغار بمناسبة أمسية الطفل في العطلة الربيعية. ونتمنى أنه تكون كاينة حفلات كما هذه في العطل القادمة إن شاء الله. وشكرا لقناة شروق، وجزيل الشكر لرئيس الجمعية على الفكرة هذه، والسلام عليكم.